اللي عملوه الناس صوم الرومان. صوم مين؟ الرومان. بعد ما تطلع من اسم بابلون هتلاقي حاجه كده طالعه لفوق اسمها الكنيسه المعلقه. الكنيسه المعلقه. اسمع كده، اقدم كنيسه في مصر. اقدم كنيسه في مصر. بعد ما تخلص اسم بابلون والكنيسه المعلقه هبص الناحيه الثانيه كده هلاقي معبد اسمه المعبد اليهودي. المعبد اليهودي. بعد ما تخلص اسم بابلون والكنيسه المعلقه والمعبد اليهودي كلهم في مكان واحد هلاقي واحد من اجمل الجوامع المصريه واول جامع اتعمل في مصر واول جامع اتعمل في قاره افريقيا كلها. مسجد مين؟ مسجد عمرو بن العاص. مسجد مين؟ عمرو بن العاص. اول ما هتخش المسجد هتلاقي حاجه خياليه، اول ما تخش الباب هتلاقي مكان واسع فاضي وهتلاقي في قلب المكان كده حته صغيره معمول لها قبه، معمول لها مين؟ قبه. بيسموها تاج الجوامع، بيسموها تاج الجوامع. الحاجات دي كلها موجوده في مكان واحد، المكان ده اسمه مجمع